السلام عليكم. تعايشنا مع الحرب وما لانت لنا عزيمة، ولا كسرتنا دماء الشهداء الراحلين إلى ربهم تباعا. تجرع الشعب اليمني ألوان المعاناة كلها، شتات النزوح ومرارة اليتم وغباء الحليف وشقاوة الجراح المهملة. في أروقة الأمم المتحدة تناقش معاناة اليمنيين كملف إنساني بطريقة لا إنسانية فيها، تصنف ذلك المنقلب على خيارات الشعب قائد ثورة، والثائرين على ظلمه الباحثين عن الحرية مجرد ميليشيات. اليوم وبعدما يزيد عن 4 سنوات من الحرب، يبدو التحالف العربي في وضع بائس أمام العالم ويصنف كمجرم حرب. في هذه الحلقة من تعز في أسبوع، احتجاجات تعز، البداية التي لها ما بعدها. وفيها تراجع الإغاثة والمساعدات تتزامن مع تدهور العملة وغلاء الأسعار. سارة اليوسفي، الرسم فن يقاوم الظلم باللون والفرشاة. وفيها معا للتنمية، مبادرة ساهمت بالتوعية والتدريب وإعداد فرق شبابية تطوعية. وفيها حصاد إخباري لأهم الأنباء. ها هي تعز كعادتها تخرج عن الصمت وتضع العدو والحليف في خانة واحدة، بعد أن صبرت على خديعة الأهداف المعلنة للتحالف والتي تكذبها الممارسة على الأرض. تعز خرجت لأن مشاعر الظلم طالت كل بيت ونالت كل طفل لا يجد والده ثمن الدواء، بما تشكله هذه الحرب الاقتصادية الممنهجة والمعدة سلفا، تمثلت في انهيار العملة ورفع الدعم الإغاثي عنها. رسالتنا إلى الحكومة، اتقوا الله في هذا الشعب. الشعب هذا قدم الغالي والنفيس في سبيل شرعيتكم 3 سنوات، فاتقوا الله فيه، وضحوا له الحقيقة، ما هو سبب هذه الأزمات، اقطعوا أيادي المفسدين في الشرعية. نحن العمال لن نجد العمل، حتى العمل موقف، اليد العاملة واقف، أين نروح؟ إذا لم يجد العمل لا يوجد ما نستطيع أن نأكل أولادنا وأطفالنا. الإغاثات تضيع هباء منثورة. الوضع مأساة جدا، مأساة جدا. ماذا نفعل؟ الشعب في حالة لا يعلم بها إلا رب العالمين. أصبحنا محاصرين، محاصرين من التحالف ومحاصرين من الحوثي، محاصرين من التحالف ومحاصرين من الحوثي. هذه هي حقيقة الأمر. الطماطم ب100، الحبة التفاح ب200، معاناة كل نبي عاداتنا، نحرق عاداتنا، أين نولي؟ السبب الدولة والحصار 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 والغذاء والإغاثة ما فيش، أين نولي؟ أين نسير؟ الوضع مزري، غلا فاحش، الدولة المرتفع، كل الأسعار مرتفعة، يعني بو ناكل شكر، أنا أقول ناكل شكر، ناكل شكر. لا أظن أحدا يفسر هذه الاحتجاجات خارج سياق الجوع والحرب الاقتصادية المعلنة. وتعز أول المحافظات التي واجهت العدو المشترك
مع دول القوى. اليوم حرقنا لمسيرة الشعب قايع. طبعا نتيجة الممارسات التي يقوم بها التحالف ضدنا وضد بلدنا منذ بداية الأزمة، وهم يعملون على ممارسات لا مسؤولة وممارسات تدل على أنها ممارسات محتل، قال احتلال البلد، يعني ابتداء بما يحدث في المهرة وفي سقطرة وفي حضرموت وفي كل شيء. نحن نشعر بكل هذا ونعرف كل هذه الأشياء التي يقوم بها ممارسات التحالف، وعليه فإننا نطالب بتحمل كافة مسؤولياته تجاه البلد وتجاه كونه هو من دخل في الحرب، وعليه تحمل كافة مسؤولياته. ثانيا نطالب بفتح المعابر والموانئ والعمل على رفع الحصار عن اليمن والسماح للشرعية بتصدير النفط لإمداد الخزينة العامة للدولة. أيضا نطالب حكومة هادي بالعمل على إيقاف الطبع للعملة دون غطاء وسحبها كاملة من المصروفات، وأيضا نطالبها بالعمل على صرف رواتب كافة المحافظات الجمهورية، وأيضا نطالبها بعمل التقشف، عمل تقشف وتقليص السفارات في كل الدول وإعلان حالة التقشف العامة واتخاذ كافة مسؤوليتها تجاه الوطن وتجاه الشعب. تحية لجماهيرنا الأبطال، تحية لتعز الأبية، تحية لكل شاب وشابة، لكل رجل وامرأة، لكل طفل وطفلة خرجوا اليوم ضد إذلال كرامتنا، ضد تجويعنا وحصاننا، لأننا لم نجد من التحالف شيء. وجهان لعملة واحدة هم والعدوان الحوثي علينا. ماذا فعلنا بهم؟ ماذا سوينا لهم؟ إنما نحن أردنا هنا كرامتنا، ليس فقط رغيف العيش. اليمن أرض حضارة، اليمن أرض عزة، اليمن أرض إباء، اليمن أرض ثورات. لن يخدعونا، إنما نقول لهم ارحلوا عنا، اتركوا نفطنا، اتركوا أرضنا، لن نستسلم لكم، لن نبيع شب من أراضي اليمن أبدا لكم. يكفينا تجويع، يكفي ما فعلتم بآبائنا وإخواننا في السعودية من تهجير، من غرامات مالية. أنتم أتعبتمونا، لم نجد منكم أي شيء. الشرعية التي تقف معها تعز هي آخر الآمال التي تستميت للتمسك بها، ومنها يستمد التحالف مشروعيته. لكن ما كشفته سنوات الحرب تلخصه إجراءات التحالف لجعل اليمن ميدان صراع لتصفية حساباتها مع الخصوم. تكوين فريق متميز مع الشباب للقيام بالأعمال التطوعية والتوعوية للعمل في مناطق متعددة من تعز واحد من أهداف مبادرة معا للتنمية. مبادرتنا بدأت فكرتها في بداية 2014. كانت هذه الفكرة بين ثلاثة أشخاص، الأستاذ عبد الباسط الصبري، الدكتور خالد حسان، وأنا بينهم. فبدأنا نفكر في عمل مبادرة تخدم مدينة تعز. فكانت البداية كما قلت في بداية 2014، ثم في بداية الحرب أثمرت فكرتنا، فبدأنا ببعض الأنشطة الصغيرة عبر مجهود ذاتي ودعم من فاعلين خير. فكانت مثل هذه الأنشطة كسوة العيد، المساعدات الغذائية، مساعدات مالية ومساعدات طلابية لبعض المدارس، وحملات نظافة لبعض الأحياء السكنية في مدينة تعز.
من المشاريع والأنشطة اللي نفذناها خلال العامين الماضيين، احنا لدينا عدد في المبادرة ثلاثة برامج نشتغل عليها، هو البرنامج الصحي، البرنامج الإنساني، برنامج التأهيل والتدريب للشباب. من البرامج البرنامج الإنساني قمنا بعدة مشاريع وأنشطة، هي توزيع مساعدات إسعافية للأسر التي لم تصلها الإغاثات منذ بداية الحرب إلى الآن. أيضا مشروع كسوة العيد الذي نفذناه واستهدف تقريبا 300 يتيم ويتيمة. أيضا مشروع الدعم النفسي الذي استهدف ثلاث مدارس من مدارس مدينة تعز. في مجال التدريب والتأهيل قمنا بتدريب شباب الجامعات أو مجموعة من شباب الجامعات على برنامج صناعة السلام، بتعريف شباب الجامعة أيضا على مفاهيم التطوع وأهمية العمل التطوعي في المجتمع وخاصة في الوقت الذي تعيشه مدينة تعز. والحمد لله نجحنا في تأسيس فريق التطوع المتكون من تقريبا 70 شخص، وتم انضمامهم للمبادرة لتنفيذ أنشطة المبادرة في مختلف المجالات. أيضا في الجانب أو البرنامج الصحي الذي نفذناه في تعز، حملت نظافة في الأحياء السكنية في مدينة تعز، حملت نظافة في جامعة تعز. أيضا قمنا بتدريب النظراء في مديرية المظفر لتوعية الأهالي بمخاطر ومشكلة مرض الكوليرا وطرق الوقاية منه، ونتج عن ذلك تأسيس صيدلية في المستشفى الجمهوري في أيام انتشار مرض الكوليرا لتقديم الأمصال والأدوية اللازمة لمرضى الكوليرا مجانا، وما زال مستمر الصيدلية ما زالت مستمرة حتى الآن في المستشفى الجمهوري. أيضا آخر برنامج قمنا بتنفيذه الآن هو برنامج التوعية الصحية لفئات أشد فقرا، على الاهتمام بالنظافة من خلال خلق وعي صحي لهم من خلال العروض المسرحية ومن خلال المسرح، وختمنا ذلك بتوزيع 1000 حقيبة صحية للسكان في 5 مناطق، هي مناطق الحمرة والضربة والكدش والسكنية وبرباشة. الصعوبات التي تقف أمام العمل الإغاثي وتراجع أداء المنظمات والمبادرات هو القاسم المشترك بين كل هذه المبادرات في الآونة الأخيرة. من المشاكل التي نعانيها هي التصنيف الحزبي، تمام، أنت منتمي لجهة كذا أو أنت منتمي لحزب فلان أو حزب فلتان، فهذه من المشاكل التي نعاني منها، وما نحصلش في بعض الأحياء السكنية وفي بعض الأماكن ما نحصلش تجاوب من المواطنين في تنفيذ الأنشطة الخاصة في بنا. في هناك فجوة ما بين السلطة المحلية وما بين المبادرات الشبابية، ما فيش قنوات اتصال ما بينهم وبينهم، ما فيش عملية تشجيع للمبادرات الناجحة أو للمبادرات العاملة في الميدان. بعض المبادرات تمتلك حلول لبعض المشاكل المزمنة في تعز كالمرور كالمياه كالهذا، لكن عندما مثلا تذهب أي مبادرة إلى قيادة السلطة المحلية أو إلى الجهة المعنية لا تجد تجاوب من هذه الجهات لتنفيذ تلك الحلول أو لطرحها لتنفيذها على أرض الواقع. الرسالة الأولى وجهها لقيادة السلطة المحلية أنها تتبنى أفكار ومشاريع المبادرات، أو أن تخلق لهم كيان مسمى يكون كيان مستقل لهم وبذاتهم يستطيعون من خلالها التحرك والتواصل مع المنظمات أو إيجاد قنوات اتصال ما بينهم وبين المنظمات، هذا شيء. رسالة الثانية لمنظمات المجتمع المدني للعاملين في الميدان الإغاثي والإنساني، أبناء تعز ليس الفقراء هم من يحتاجون لإغاثة، صار أبناء تعز كلهم يحتاجوا إلى الإغاثة، تمام. الأغنياء لا نتصور أن الأغنياء كلهم ما زالوا أغنياء، فنحن نعلم أن كثير من الناس شردوا وأهينوا بسبب الحرب ومضررين من هذه الحرب. يعني أعرف ناس أنهم يعني كانوا بالأمس أغنياء اليوم صاروا لا يجدون قوت يومهم، تمام. فعلى الأقل نعتمدهم من الأسر المتعففة، فلنطرق أبواب الناس كلهم. منذ أشهر كما قلنا تراجع العمل الإغاثي وعلى وجه الخصوص في تعز بشكل ملفت للنظر، هذا ما سوف نناقشه في الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج. هواية الرسم وهندسة الألوان على لوحة ما هي قصيدة شعر تخاطب العيون بصمت وتهيئ الخيال كي يدرك الرسالة المخبأة بين التفاصيل.
بدايتي مع الرسم كانت في سن 4 سنوات، كنت أتعلم من أختي أمينة. كان الرسم بسيط وكرتوني، لقيت تشجيع كبير من العائلة. بعد ذلك دخلت المدرسة وكنت أحب أرسم رسومات وأوزع على صديقاتي. بعد ذلك انتقلت للمرحلة الجامعية، تخصصت جرافيكس في كلية الفنون الجميلة. أردت أن أطور نفسي أكثر، دخلت معهد فترة بسيطة، تعلمت على يد الأستاذ عبد الله شمسان، أوجه له الشكر. بالتالي كل هذه المراحل التي مررت بها كلها ساهمت في ما أنا عليه اليوم. سارة اليوسفي ترى في الرسم متنفسا للجمال ورحلة ممتعة للخيال، واللوحة الفنية عندها وسيلة تخاطب مع الآخرين ومنبر للتغيير يرافق الثورات في جميع مراحلها. أذكر أحد المواقف لي في المدرسة، كلفني أحد المعلمين برسم مجموعة لوحات تعليمية، أنجزت المهمة على أكمل وجه ونالت على إعجاب المدرس. علقت اللوحات في الطارود، لكن فوجئت بعد فترة إنه اللوحات قد دمرت تماما. كان الموقف صعب بالنسبة لطفلة، علمت إنه اللي قام بهذا الفعل هي واحدة من المدرسات، باعتبار إنه الرسم حرام. لكن هذا الموقف ما زادنيش إلا قوة أكثر، وإني أستمر موقفش. لا أعلم ما المشكلة في لوحات إن قدمت بأسلوب هادف وكذلك تقدم بأسلوب محافظ تناقش أفكار وقضايا. شاركت في فعاليات جامعية واحتفالات التخرج برسم شخصيات يمنية سياسية تاريخية مثل الحمدي والقشيبي والزبيري رحمهم الله. كذلك شاركت في معارض أقيمت خلال فترة الحرب في تعز، منها معرض تعز تنزف بألوان الحياة. الفن ليس مجرد حرفة أو وسيلة لكسب لقمة العيش، بل إنه وسيلة إنسانية للتعبير ومناقشة قضايا الواقع. كذلك هو وسيلة للترفيه وجعل الحياة أجمل. الفن التشكيلي لا ينتمي إلى الدول المتحضرة والمستقرة وشعوبها المترفة فقط. الفن التشكيلي في تعز رافق يوميات الحرب والحصار وأرشف أحداثها بدقة. الإغاثة في تعز تتراجع، وتكاد المبادرات والمنظمات الخيرية تغلق أبوابها أمام الفقراء والمعدمين. يتزامن هذا في تعز مع انهيار مقصود في العملة وجنون الأسعار. المشاكل اللي حصلنا من المواطنين لما نشوف المعايير، أكثر المعايير ما تطبقش على المواطن. المواطن هذا يشغل بابور يقول لك هذا يعتبر شغال، يعني معه هذا موظف معه 30-40 ألف، يقول لك ضروري المعايير رقم من 20 ألف بطلع، يعني إذا ما 20-30 ألف إيش بيعمل بيد 30-20 ألف؟ ما اللي في المعايير. فهذه المشاكل اللي حصلنا من المواطنين، ليش ما سجلتوناش؟ ليش ما عملناش؟ لأنه المعايير حقهم مرة والكمية حقهم قليل، إذا كان كميتهم كثيرة عند عموم كثير كان ممكن يسجل باقي. هناك شكاوي كثيرة من المواطنين أنه قد تم إجراء أسماء لمواطنين ربما ميسورين الحال على حساب مواطنين يعانون من فقر مدفع للأمانة. وهذا أنا ما مستوب بنفسي، أن بعض المواطنين كانوا يأتون مثلا إلي ويشتكون. طبعا أنا بالنسبة لي ليس بالجحيل، لكن أي صحفي أو أي نشط مجتمعي فقط هو عليه أن يكتب أو يتحدث فقط.
نعاني في تعز بشكل عام، نزوح أو هروب بعض المنظمات الدولية أو منظمات الإغاثة التي كان سبب عدم وجودها أو عدم استمرارها بالعمل الخيري أو العمل الإنساني في المدينة، عدم توفير الحماية الكاملة لها من قبل المحافظة، من قبل الأجهزة الأمنية. فكان المنظمات تأتي لتعمل ويعني يأتي من يستفزها بقوة السلاح، فهنا تضطر المنظمة إلى رفع يدها عن المدينة وعن المواطنين كونهم محتاجين. كل هذا يضعنا أمام تساؤل ملح ويجعلنا نبحث عن الإجابة. جوهر هذا التساؤل: كيف تجف منابع الدعم والمنظمات الفاعلة في تعز في ظل أوبئة وحصار وحرب وانهيار للعمر؟ منذ تقريبا 5 إلى 4 أشهر غياب الإغاثة تماما عن مدينة تعز، مع الذي أدى إلى زيادة الفقر في مستوى الفقر في مدينة تعز بين أبسط المجتمع بالكامل، حيث يعيش المواطن اليمني التعزي خاصة على الإغاثة الدائمة بسبب انقطاع الرواتب وغلاء المعيشة، بحيث أنه أصبح جميع المواطنين تقريبا حتى تحت مستوى خط الفقر. تعيش تعز ويعيش اليمن قاطبة في ظل الوضع الحاصل وفي ظل انهيار الريال اليمني وارتفاع سعر الدولار، ما زالت متتالية ومتكررة، الأمر الذي أثر على المواطن اليمني، فأصبح كثير من الأسر يعيشون حالة بائسة ويعيشون حالة من المعاناة والقهر والفقر والمعاناة والحرب والحصار. فارتفاع الدولار وغلاء وانهيار الريال اليمني في ظل أيضا عدم وجود إغاثة متكاملة من قبل الدول المانحة أدى إلى ظهور الكثير من الحالات المأساوية، وأصبح كثير من الناس لا يجدون على ماذا يطعمون أولادهم، ولا ما يأكلون، ولا ما يفترشون به، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. فلذلك انهيار الريال اليمني وعدم وجود إغاثة أدى إلى تفاقم الوضع التعزي والوضع اليمني على مستوى الجمهورية اليمنية، وهو الذي يندر بكارثة حقيقية إن لم تقم الحكومة الشرعية بعمل حلول لهذه الأزمة. وهذا يخدم بالدرجة الأولى يخدم الحركة الإنقلابية، الحركة الحوثية، فعلى الحكومة الشرعية أن تقوم بدورها، وعلى دول التحالف أيضا التي وقفت مع الشرعية بالبداية أن تستمر بدعم الحكومة الشرعية حتى تستطيع أن تخرج من هذا النفق المظلم. تعز وملف الإغاثة فيها في ظل الأوضاع التي تعيشها تعز، هناك العديد من المنظمات المحلية والدولية التي ساهمت في عملية الإغاثة وتوزيع الإغاثة في تعز. كان على رأس هذه المنظمات هي ميرسي كور، وغادرت المدينة بسبب الأوضاع والانفلاتات الأمنية. تراكمت الهموم على الشعب اليمني بشكل عام في ظل الحرب والظروف القاسية التي يعيشها، إلا أن كان بصيص الأمل في منفذ أو الإعانات والإغاثة التي تأتي من الخارج. تأخرت هذه الإغاثات لأسباب يغفلها الجميع تقريبا، سبب تأخرها لا نعلمها. هناك من يقول بأن تأخرها كان بسبب ارتفاع العملة، هناك يقول بسبب أن حجزت في الموانئ، هناك من يقول أيضا أن تأخر هذه الإغاثة بسبب التدخلات أو مماحكات سياسية. جملة كل هذه تصب في مصب واحد، وهو بأن المواطن أصبح لقمة سائغة للتعذيب، هكذا حال لسان الشارع يقول. ما تقوم به المنظمات الإنسانية أيضا كانت المساعدات التي تقوم بها لا تلبي كثيرا من احتياجات المواطنين في مناطق كثيرة من محافظة تعز. عملية النزوح ما زالت مستمرة، عملية التهجير أيضا، هناك الكثير من المواطنين فقدوا أعمالهم ووظائفهم ولا زالوا حتى اليوم على هذه المنظمات مضاعفة جهودها الإنسانية، وعلى الحكومة الشرعية أيضا وضع حلول عاجلة لمواجهة هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بالشعب اليمني. اليوم الأسعار مرتفعة بشكل كبير وبشكل جنوني أيضا في السوق المحلية، ما كان المواد التي كان يشتريها المواطنين بأسعار معينة أصبحوا الآن يشتروها من السوق بأسعار مضاعفة، والكثير من المواد الغذائية هذه انعدمت في السوق ولا يجدون من أين يشترونها. السؤال هنا: هل كاتب المسرحية واحد وحبك اللعبة؟ بدأت من إحكام الحصار والحرب وإغلاق المعابر بالخدمات إلى مرحلة قطع الإغاثات الذي تزامن مع هذا الغلاء الفاحش
المرفق بانهيار العملة. أعتقد أنه الآن السبب في كل ما يحصل هو مخرج واحد وأداة واحدة تسعى إلى إفقار وتقويع وزيادة فساد المنظومة المجتمعية داخل تعز. منها أيضا من ضمن الأسباب هذه أنه اتجاه الشباب إلى الجبهات، يطلبوا من الشباب الاتجاه إلى الجبهات لسد رمقهم أو قوعهم. أعتقد أن كل هذا هو يصب في مجرى واحد وتحت خط واحد، هو الفساد الشرعية، التحالف العربي برمته الحوثي وحصاره الدائم على تعز بالكامل. نظن هناك تجار الحروب، وهناك من يريد افتعال هذه الأزمات من أجل إدخال اليمن بكارثة حقيقية، ومن أجل أن نستمر في حروب متوالية، ومن أجل أن نعيش بوضع مأساوي حتى لا نخرج إلى بر الأمان. فعلى حكومتنا الشرعية أن تقوم بوضع حلول ومعالجة لهذه الأزمات، فكل هذه الأزمات التي تقع اليوم لا تخدم بالدرجة الأولى إلى الحركة الإنقلابية، ولن تخدم أحد، بل ستؤدي إلى تفاقم الوضع وانهيار البلاد لا سمح الله. انهيار العملة سببها هو انهيار الاقتصاد أو المنظومة الاقتصادية في البلاد، التي ناتجة عن خروقات في السياسات المالية المعتمدة من قبل الدولة أولا، ثانيا تستطيع أن تقول انتشار أو توسع رقعة الفساد الموجود، سواء كان فساد مالي أو فساد إداري. النفقات أيضا التي تصرف في غير محلها هي أيضا سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد في البلاد. أضف إلى هذا إيقاف صادرات البلاد، توقفها سبب رئيسي أيضا في تدهور الاقتصاد والانهيار للعملة رأسها. الجميع يتحمل ما حل باليمن من كارثة اقتصادية. هناك جهات عديدة، سواء الجهات الإنسانية أو الجهات الحكومية أو الجهات الداعمة أيضا لليمن، سواء التحالف العربي أو الدول الإقليمية أو العالمية. الجميع يتحمل هذه الكارثة، وعليهم أن يتحملوا أيضا مسؤولياتهم الإنسانية ومسؤولياتهم الأخلاقية في التخفيف عن المواطنين. الفقرة القادمة، الزميل أحمد البكاري يوجز لنا أهم الأخبار في تعز في هذا الأسبوع. أهلا بكم في حصاد هذا الأسبوع. أعلن مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز عن وجود 8 مراكز داخل المدينة لعلاج حالات الإصابة بحمى الضنك مجانا. ونبه مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحيم السامعي المواطنين إلى أن تشخيص وعلاج حمى الضنك متاح في المركز الرئيسي لعلاج حمى الضنك في المستشفى الجمهوري، وكذا في مستشفى الثورة العام ومركز 26 سبتمبر في شارع التحرير، ومركز 22 مايو قرب جولة السيدان، ومركز الوحدة بالضبوعة، ووحدة الثورة الصحية في الدائري بجوار قلعة القاهرة، ومركز صينا الصحي للأمومة والطفولة، ومركز الوفاء السكنية. أعيد افتتاح صحيفة الجمهورية الحكومية إلكترونيا بعد إغلاق دام 4 سنوات. وقال ممثل وزارة الإعلام في تعز وضاح اليمن عبد القادر إنه يجري حاليا إعادة تأهيل مبنى مؤسسة الجمهورية في تعز في مرحلتها الثانية من مراحل المشروع المتضمنة 3 مراحل في إطار عملية استعادة مؤسسة الدولة، مؤكدا أهمية إعادة إصدار صحيفة الجمهورية الصوت الإعلامي الرسمي المهم الذي يمثل توجهات السلطة المحلية والدولة. وجه مكتب الشركة اليمنية للغاز بتعز تنبيها هاما لوكلاء الغاز في المحافظة من قيامهم ببيع اسطوانات الغاز المنزلي لأصحاب الباصات والسيارات المستخدمة للغاز. وأوضح مكتب الشركة اليمنية للغاز أن الكميات المنصرفة لوكلاء معارض الغاز مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط، وحذر كل من يقوم بالمخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، بما في ذلك توقيف حصته من اسطوانات الغاز المنزلي.
تتواصل الاحتفالات الشعبية والرسمية بأعياد الثورة الوطنية، حيث شهدت مدينة التربة في تعز احتفالا فنيا وخطابيا احتفاء بالذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر والخامسة 55 للرابع عشر من أكتوبر المجيد. وأخيراً تخرج تعز عن الصمت، ولكنها لم تقل كل ما يجب أن يقال. هذه البداية ولها ما بعدها، وعلى التحالف أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد. أراكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.